أخي الآن لو أخطأ في الكتابة إيش يصنع؟ يقطع نعم. الورقة؟ طبعا بالنسبة لل مبتدئ اي نعم الطالب مبتدئ ايوه ما عنده حل مع هذا نعم. القلم هذا القلم صحيح نعم لأنه قلم خط ما يمسح لكن بعد هذا إذا نعم. بدأ في المرحلة الثانية مثلا أو الثالثة المرحلة الثانية عندنا أقلام يعني حديد وعندنا أحبار صينية قابلة للمسح قابلة للمسح نعم. وممكن احيانا يكون المسح بايش يعني مزيل او لا لا طبعا بالمشرط بالمشرط نعم بحك الورق او الكتاب نعم يستطيع اخراج الحبر لكن على نفس هذا الورق نفس الورق نعم نفس الورق هناك احبار اخرى تمسح بالماء منديل وماء تستطيع ان تمسح اي قطعه من الكتابه لكن الله اعلم هذا جيد حتى ما يخطئ يعني تعلم انه لا يخطئ صحيح نعم الله يوفقنا واياك جزاك الله خير بارك الله فيك